من معالم الطريق الذي إذا سلكته تجد الحلاوة عند قراءة القرآن، أن تقبل على قراءته، وآية ذلك أن تبدأ مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان الرجيم إذا رآك مقبلا على كلام الله تريد أن تقرأ كلام الله يأتيك بالصوارف. أول أمر يحاول أن يخرج قلبك، أن تقرأ القرآن ولا تدري ما تقرأ، يخرجك إلى خارج المسجد إن كنت في المسجد، أو خارج البيت إن كنت في البيت. فإن لم يستطع جاءك بالوساوس فيما تقرأ، ويوسوس لك في الآيات ليصرفك عن حلاوة الآيات. فأنت بحاجة عند القراءة إلى الاستعاذة، ولذا أدبنا ربنا عز وجل بهذا الأدب، فقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما فائدة الاستعاذة؟ ولماذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن؟ بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا في قوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا استعذت بالله عز وجل وأنت مؤمن بالله عز وجل متوكل على الله، فإن الله لا يسلط عليك الشيطان. تقرأ القرآن فتتدبر، وتجد الحلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى.